الآن أنا أقول أنا ممثل الشعب إن شاء الله، أنا ممثل لكم أيها المعتصمون الأحبة، سأدخل للخضراء بمفردي ومن معي فقط. أنا أعتصم داخل الخضراء وأنتم تعتصمون على أبوابها، وما حد يتحرك منكم، كل واحد بخيمته، كل واحد بمكانه، وإلا لا تعتبروا روحكم مننا آل الصدر ولا من العراق. أحب على أمر آخر، أنبه على أمر آخر، لا ما راح تطيعون لأن قلت لكم هدوء وما هدأتوا، طيعوا اسكت. أكو كم واحد ببيناتكم دايين العنف بعقلهم، بس ماكو، احنا مظاهرة سلمية والى النهاية، سلمية والى النهاية، واضح؟ لا يسمعون لكم همسة، سكوت، كلكم بخيامكم وبواباتكم. بعدنا ما بدينا. ثالثا وامر اخر، اوجه شكر الجزيل وامتنان الكثير الى القوات الامنية التي تعاونت معكم، واي اعتداء عليها اعتداء عليه، وسوف لن أقف معكم. شكرا لكم.